اسلام مستمرين معانا في لقاءات خاصه وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي. الشناوي يعني نجم من نجوم النادي الاهلي، اسد النادي الاهلي. لا اخذنا كابتن عاشور، كابتن اسلام تحياته ليك. كابتن اسلام النهارده الشناوي كان واقف في الخواتيم زي ما بيقولوا، مباراه بثلاث نقاط بتساوي 41، بطوله دوري ممتاز، بطوله غاليه جدا. الشناوي استحمل كتير الفتره الاخيره، ربنا النهارده بيجازيه خير وبتعمل مباراه ولا اروع ولا اجمل، وتفوز باغلى بطوله دوري ممتاز. طبعا الحمد لله على كل شيء، الحمد لله بحيي اللعيبه كلها، رجاله وادوا اللي عليهم، استحملوا كتير طول السنه، احنا كلنا استحملنا بالاداره بالجهاز باللعيبه بالجمهور، كان في ضغط كتير الفتره اللي فاتت السنه دي كلها، والحمد لله مبروك. وبقول للعيبه كلها انتوا كنتوا رجاله وعلى قد المسؤوليه، والحمد لله ده اصعب دوري نعتقد لينا كلنا. وطبعا بقول الحمد لله على البطوله ديت، واللي جاي يكون احسن ان شاء الله. وبقول للجمهور مبروك، كنتوا بالنسبه لنا رقم واحد، واللعيبه ديت احسن لعيبه في مصر. مباراه الزمالك شايف ازاي؟ لا لسه، نفرح النهارده وان شاء الله نركز من اول بكره ان شاء الله. حبيبي كابتن.